تويت جورج جورج وعن الفري بوينتس وعم بيسجل لانجيلو. انجيلو بده يكمل على الباسكت. انجيلو بالدنك لسويلم. سويلم بده يكمل على الباسكت وعم بيسجل. سويلم يا فهد. ناصر خالد بده يجرب على الفري بوينتس. خالد وعم بيسجل. خالد عبد فهد لناصر اللي عم يدخل على الباسكت وعم بيسجل بوينتس. جورج لكن بضيع والريباوند للمنتخب السعودي. وعم نشوف اول فاست بريك المنتخب السعودي لناصر وعم بيسجل مره ثانيه لري عن الثري بوينتس. عم بيجرب اللاعب جاستن وعم بينجح لجاستن تحت السله وعم بيسجل محمد المرواني. سويلم سويلم بيطلع السله قوي. سويلم وعم بيسجل لسان ديف. جاستن بيجرب على الثري بوينتس وعم بيسجل اللاعب جاستن يجرب مرة ثانية على الثري بوينتس وعم بيسجل برضه اللاعب جاستن. مباراة خالد عبد الجبار. خالد لاعب سريع بيكمل. خالد وعم بيسجل لك خمس رميات ناجحة من أصل تسعة. ورون مرة ثانية عن خط الثري بوينتس وعم بيسجل لحد الآن للمنتخب الفلبيني عن خط الثري بوينتس. لكن سويلم بيرد عليه. رون عم بيجرب على الثري بوينتس. رون وعم بيسجل ايضا. رون مدرب توماس بالدوين بينزال انجيلو. سويلم عم بيلعب براحته. وهي ويليام لانجيلو اللي عم بيسجل. انجيلو بتمريره ولا اجمل من اللاعب سان ديف. علي لاعب مرواني بده يكمل. خالد عبد الجبار بجرب على التو بوينتس. عبد الجبار وعم بيسجل. محمد الصقر لكن مقطوعه. جورج لفيردناند لدويت اللي عم بيسجل وعم بيسجل. فيرديناند بجرب عن التو بوينتس. فيرديناند وعم بيسجل اللاعب فيرديناند. جورج جورج عم بيسجل. مصعب مصعب بده يكمل وعم بيسجل اللاعب سام مرة ثانية. عم بجرب على الثري بوينتس وعم بينتهي زمن الربع الثاني. دويت تو بوينتس وعم بينجح تسجيل. فيرديناند خالد عم بكمل. خالد عبد الجرباند لأسامة. محمد سويلم بده يكمل. محمد سويلم وعم بيسجل. جاستن جوردن عن الثري بوينتس وعم بيسجل لاعب جوردن. أسامة عم بجرب عن التو بوينتس. أسامة وعم بيسجل نقطتين. جورج عن الثري بوينتس عم بيسجل اللاعب محمد سويلم تحت السلة. محمد سويلم الحل للمنتخب السعودي وعم بيسجل نقطة. المنتخب الفلبيني سان ديف عن الثري بوينتس وعم بيسجل ثلاثية والثانية. محمد آدم بيطلع فاست. دويت جاستن عن التو بوينتس وعم بيسجل. جاستن تيرن اوفر جديد غريب على المنتخب السعودي. سام لدويت اللي عم بيسجل نقطتين. مصعب عم بيسجل. مصعب الصقر. ناصر ناصر بيكمل على الباسكت وعم بيسجل وعن الفري بو. ناصر تيرن اوفر جديد لكن بيسترجعها واللاعب ناصر بده يكمل على الباسكت وبيسجل اللاعب ناصر. فيرديناند كارل عن الفري بوينتس وعم بيسجل. كارل مصعب بده يكمل وعم بيسجل لاعب مصعب. دويت لانجيلو تحت السله وعم بيسجل لاعب دويت. راموس بده يكمل على الباسكت و الريباوند اوفنسيف ريباوند للاعب وعم بيهدي اللعب وانتهاء وقت الربع الرابع وزمن اللقاء بفوز المنتخب الفلبيني 77 مقابل 62.
أبرز الإحصائيات لهذا اللقاء. أفضل مسجلين اللقاء اللاعب محمد سويلم. النتيجة 14-13 30 ثانية لنهاية الربع الأول من هذا. في نسبة الرميات الثلاثية 63 عم تعمل الفارق لمصلحة. كابتن علي Know me, I have only a path, I'm lonely, but damn.